فيما يتعلق بمسألة ارتفاع أسعار الخضروات على وجه التحديد الخضر الطازجة في أسواق الضفة المحتلة، يسعدني أن أرحب بضيفنا عبر الخط الهاتفي. ينضم إلينا الآن الأستاذ أحمد بني شمسة، مدير سوق الخضار المركزي في بيتا. أهلا بك أستاذ أحمد، مساء الخير. يسعد مساك ومساء المستمعين. أهلا بك ضيفا عزيزا على نشرة وطن الاقتصادية، تقارير صحفية كثيرة وأيضا من الجهات ذات الاختصاص والعلاقة، ومنها نذكر الإحصاء، جهاز الإحصاء، وأيضا وزارة الاقتصاد أشارت إلى ارتفاعات في الشهر الأخير، شهر نوفمبر الماضي، على أسعار الخضروات والمواد الأساسية. فيما يتعلق بأسعار الخضروات، ولو بدأنا يعني معك أخ أحمد بالحديث عن يعني السمة العامة للأسعار الآن، يعني ما الذي يمكن أن يقال في السمة العامة للأسعار الآن، أسعار الخضروات الطازجة، هي مقبولة معتدلة في متناول اليد أم أنها يعني فعلا ارتفعت إلى حدود يعني ملحوظة وملموسة؟ بداية نترحم على شهدائنا بالوطن الحبيب سواء في قطاع غزة والضفة، والشفاء العاجل لجرحانا. بداية نحكي عن موضوع الأسعار. الأسعار هي من بداية الحرب بلشت بالصعود، هي فعليا لحد الآن ما نزلت، هي بس بتتراوح ما بين صعود ونزول له اللي كان صعود في بداية الحرب. يعني الأوضاع حاليا كأسعار كثير، خلينا نحكي غلاء فاحش يعني جدا غير مقبول. يعني حتى لو كان الوضع طبيعي وما في اللي هو خلينا نحكي عن الوضع اللي حاصل حاليا، اصلا لو كان الناس تقبض رواتبها وناس شغاله فعليا هي غاليه، فما بالك انه في وضع خلينا نقول احنا بحرب كمان. يعني الناس ما في حد بيشتغل بالبلد كلها، وين حتى الموظف ما هو اصلا مش ماخذ راتبه، وكمان فوق هيك اسعار سلع اساسيه وضروريه بكل بيت تكون كمان غاليه وبتزيد بغلاء. يعني حتى بدايه الحرب هي بلشت صعود من بدايه الحرب، ولكن شو السبب؟ كثير أسباب يعني. طيب إذا ما في حد يوضحها. طيب يعني بالتأكيد يعني أنا متأكدة أخ أحمد أنه يعني سنحاول معك فهم الأسباب، أو فهم على الأقل الأسباب اللي واضحة بالنسبة إليك وعندك تفسيرات إلها، ولكن يعني في نظرة سريعة على أسعار الخضروات الطازجة الأساسية، كيف ممكن توصفها اليوم؟ أنا مبارح كنت بقول أنه أنا عن جد عندي شك بأنه حدا موظف وبدخل محدود أنه يقدر يشتري خضروات طازجة ويطبخها في البيت، لأنه يعني صدقا ليست في متناول يد الجميع الأسعار. يعني والله صراحة 2 كيلو كوسة بدهم ميزانية هالأيام. فإذا بدنا بمعيتك نحكي يعني نظرة عامة على الأسعار الخضروات الأساسية، يعني بندورة أساسية، خيار أساسي، كوسة أساسي، أيضا زهرة ملفوف، شو ممكن نحكي بأسعارها اليوم؟ يعني البندورة من وقت الحرب لحد اليوم الصراحة أسعارها ما نزلت عن 45، نزلت في يوم واحد فقط اللي هي كان يوم ما كان في سوق، نزلت لأنه بعد 35 هذا بشهر 10، بس باقي الأيام تتراوح سعرها، يعني خلينا نكون الرينج تبعها متوسطها ما نزلت عن 65. يعني أنت لما بتحكي عن كرتونة فيها 12 كيلو تنباع ب 65 وفي أيام تنباع ب 85، افتتاحية سوق غير عن نهاية سوق، بتبلش من 85 90 بعدها بتنزل 75 اخر شيء 65. يعني حتى 65 كثير غاليه، واحنا كشعب متعودين البندوره معروفه، كرتونه البندوره اللي فيها 12 كيلو نشتريها ب 30 35 40 بوقت الغلاء. الخضار ايضا، يعني الخضار ايضا اساسيه، هي اساسي انه بتنباع السحارة اللي فيها 17-18 كيلو بتنباع ب 120 شيكل، نزلت يعني كيلو الخيار قاعد بنباع 80 شيكل بمحلات التجزئة، فما بالك كم بتنباع بأسواق الجملة؟ ما هي بأسواق الجملة غالية.
يعني حبة الزهرة قاعدة بتنباع العادية ب10 شيكل بأسواق البيتزا، ب15 الكبير. طب كم هي بسوق الجملة؟ مثاليا هي غالية على عليهم. نعم. البطاطا هي مشكلة أساسية، الكل بيحكي إنه في نقص بطاطا، طب ما هي موجود بطاطا، ليش البطاطا قاعد بنباع بالأسواق الجملة؟ ممكن أخ أحمد ممكن توضح مسألة البطاطا، لأنها حتى يعني في تقرير جهاز الإحصاء المركزي يعني بقول لك ماخذ سطر ونص في هذا التقرير، مسألة ارتفاع أسعار البطاطا بنسبة 26.29%، يعني بنقدر نقرب النسبة ل يعني 26% نسبة ارتفاع أسعار البطاطا في شهر نوفمبر الماضي عما كانت عليه في أكتوبر الذي سبقه. ليش هذا الارتفاع اللي هالقد كتير كبير على سعر البطاطا؟ سعر شوال البطاطا كان في بدايتها ينباع بالأسواق العادية 15 شيكل يشتري المستهلك. لسه كانوا بأيام ببداية غلاء البطاطا يحكوا راح يوصل أغلى من هيك، يعني لسه أنت بدك ترفع السعر وهو لسه مش جاي اليوم اللي بدك ترفع فيه السعر، أي أساس أنت بتقارن بدك ترفع أسعار؟ طب مثلا شو الجهة اللي منحتك أنك ترفع السعر؟ طب وضحوا لنا يعني كمزارعين. في ناس بتقول لك فقدت محاصيل اللي كانت تيجي بضاعة من الداخل بغلاف غزة، بتقول لك أنه أنا فقدت محاصيل كبير يعني دنومات بطاطا، وهذا هو السبب الكل بروج لهذا الإشي. ولكن أنا اللي شايفه إحنا كسوق إنه في بطاطا بالسوق، طب ليش غالية؟ ليش بتحكموا بسعرها؟ في مش عارف يعني هل إنه مصلحة مزارع مصلحة تاجر الغلاء مع إنه موجود ما عمرها انقطعت، كانت تيجي بكميات بسيطة، بس أنا شايف هاي الفترة في كميات بطاطا بالسوق، ليش ما رخصت؟ قاعدة بتزيد غلا كمان، ولا إحنا بدنا نحتكر إنه سبب نقصها تكون الاحتكار لهي الدرجة كبير بس على المواطن أصلا. نعم، حتى في الوضع الطبيعي زي ما أنت أشرت في بداية حديثك، حتى لو فرضنا أنه التدفقات النقدية وفي سيولة نقدية بالسوق وأنه الكل بياخد راتبه بنسبة 100% وأنه كمان إخوتنا العمال في الداخل المحتل هم يعني في أماكن عملهم وعلى رأس عملهم، عم نحكي عن أسعار حتى في الوضع الطبيعي هي فعلا غالية وليست في متناول يد الجميع. طيب اليوم شو بنقدر نقول عن الأسباب والتفسيرات اللي واضحة على الأقل بالنسبة إليك، لأنه أنتوا بتتعاملوا مباشرة أخ أحمد مع المزارعين بمعنى ومع مندوبين وممثلين المزارعين اللي هم بيجوا على الأسواق المركزية للخضار وبيسوقوا البضاعة، فشو بتقدر تلمس من خلال تواصلك وحديثك معهم، وشو ممكن يكون في عن جد تفسيرات واضحة أو أسباب ممكن تفهمنا إياها على الأقل؟ يعني اللي بنتفاجأ إحنا بنسمع منهم، طيب إحنا كمزارعين خلينا نبلش من المزارع نفسه. طيب تفضل. طيب أنت على أي أساس إحنا بدنا نوضع إنه تصير البضاعة لهالدرجة غالية يعني إشي كبير؟ طيب أنت كمزارع ماشي زارع محصولك في النهاية، بس أنت في عندك مشكلة اللي هي بوصول البضاعة من المزارع لسوق الخضار، هي زادت تكلفة أجور النقل، يعني قد ما تزيد أجور النقل وغلبتها في وصول السوق بسبب عرقلة الاحتلال وحواجز وسيارة اللي بدها تطلع الصبح قاعدة تصل للمغرب مرات. طيب ماشي، قد ما تكون تكلفة الأجور غالية بس ما بتوصل سعر إنه السلعة تكون لهي الدرجة غالية كثير. يعني يعني المواطن ما بقدر يستوعب هذا الغلاء. طيب لمصلحة من؟ أنا السؤال اللي أنا بدي أطرحه. طيب أوكي. المزارع أنت أو المزارع أو سوق الجملة هو بايع برسم البيع وباخذ الجملة سوق الخضار باخذ نسبة من البيع. طب لمصلحة من هذا الغلاء؟ مين اللي بحدد هذا الغلاء؟ يعني أنا بدي أسأل أوجه للمزارعين إذا في يجاوبونا هم لمصلحة من الغلاء في هيك وضع؟ طب فيما هو كمان أسئلة أخرى بوجهوها المزارعين وبقولوا أنه رفع الأسعار بتم من طرف التجار وأنه التجار هم اللي مسؤولين عن رفع أسعار الخضار وأنه إحنا يعني منبيعها بأسعار ولكن
للمستهلك النهائي بتوصل بأسعار عالية مرتفعة جدا، وهم نفسهم بيعبروا يعني عن أنهم مستغربين لما يحدث. كيف ممكن تفسر الموضوع؟ حتى لو كان لو حتى التاجر بده يحتكر في النهاية، صاحب البضاعة هو نفسه أو المزارع مرات هو بيضغط على التاجر برضه بنفسه. أنا يعني ما بدي أكون بصف التاجر، ولكن بيقدر المزارع نفسه إنه يحكي مع التاجر إنه نخفف قدر الإمكان شو بنقدر، يعني خلينا نحكيها بالعامية مساعدة إنسانية للشعب اللي تحت احتلال وقهر وتنكيل وما في شغل وما في رواتب، والكل قاعد يعني كل عاطل عن العمل. احنا في فترة يعني ما في جهة مثلا تختص، او خلينا نضغط على المزارعين، في مجال نضغط على تجار، بس احنا ما بنقدر نضغط على مزارعين انه تخفيف للشعب، مساعدات انسانية خلينا نقول. يعني هي فعلا فترة صعبة، أكثر من انه انسان ما نكون اقتصاديين حاليا وانه بدي احصل على اعلى سعر. هي فعلا مرحلة يعني ماديا واقتصاديا كتير صعبة، والأمانة يعني بتهد الحيل. بس أنا كمان بدي أنوه لنقطة برضه، هو التاجر اللي موجود بالسوق أو اللي عنده بسوق الخضار برضه هم متحملين عبء ديون كثيرة للتجار التجزئة اللي هم زبائنهم، يعني مليون مال كل بيقدر يدفع. لأنه الحمل اللي كان يحمل بضاعته من السوق كان يحمل بمبلغ بسيط، حاليا بحمل بمبلغ كبير. وخلينا نحكي احنا شعب بسيط جدا يعني، والكل عايش يا راتب يا مياومة، بيوم بيوم بنشتغل، برضو قاعد الزباين برضو قاعدين بيفتحوا مجال انهم يدينوا كمان الشعب. والتاجر اللي بالحسبة كمان قاعد بيفتح مجال انه شو بيقدروا يخففوا على بعض. طيب نرجع للمزارع، هل انه ما بتقدر انت تنزل من بطاعتك؟ برضو يعني كل هي حلقة متواصلة يعني، ولازم صحيح. الجميع يتحمل بهذا الضرب. يعني بمعنى انه هذا العبء تشيله جميع الاطراف، جميع الاطراف وحلقات السلسلة المجتمع. بداية من المزارع وانتهاء التاجر المستهلك النهائي اللي باخذ بتعطي من السوق. يعني نمر في فترة، خلينا نقول انه بدها فترة وتعدي. طيب احنا ما بنقدر نتحمل، يعني انا بحكي لك ان عندنا تجار بالسوق من الاخر بحكي انه منيح لنطلع مصاريف المحل. يعني هي فعلا يعني فعلا نقدر ذلك، ولكن إن كان بإمكاننا اليوم أخ أحمد طرح سؤال وتوجيه سؤال لمين بنقدر نحمل هذا السؤال من عندك، من طرفك كمدير لواحد لسوق خضار المركزي في بيتا، واحد من أهم أسواق الخضار في الضفة الغربية، لمين بنقدر نحمل هذا السؤال اليوم، نوجهه لمين، نراجع في مين؟ نقدر نراجع مزارعين، نقدر نراجع التجار شو بيقدروا كمان يساعدوا. وغير هيك في نقطة، إنه في ناس بتيجي على السوق بتحمل كل البضائع بتشتريها، لمين بتوجهها؟ ما حد بيعرف. هل إنه بتدخل على الداخل يعني احتكار قصدك؟ يعني بس معلش تفسرها، احتكار قصدك يعني بتحمل كل يعني بتحمل كل الكمية، بتشتري كل الكمية؟ يعني مثلا خلينا شو اللي بحدد سعر البندورة بالسوق؟ إذا كانت خفيف البندورة بتغلى، إذا كانت كثير البندورة موجودة بالسوق ترخص. وما في حد يشيلها لا. بترخص شوي، عرض وطلب. ما بترخص بمعنى الرخص اللي هي المتعارف عليه بأيام العادية. طيب خلينا نحكي، وين رقابة الأسعار؟ وين الرقابة؟ هل إنه أنا كتاجر إذا جيت شلت الكمية الكاملة بالسوق واحتكرت السلعة إلي شخصيا أنا وأزيد من مربح مية، إذا أنا احتكرت السوق بهذاك اليوم ثاني يوم راح تنزل السعر أغلى من اللي كانت صحيح. اليوم صحيح. طبعا. طيب اللي أخذ هاي البضاعة وين صرفها؟ في حد بعرف؟ هل إنه في رقابة لهذا الموضوع؟ يعني أنا بدي أطرح أسئلة لنفتح نقاش أكبر طبعاً من الدائرة اللي احنا فيها. تأكيد هذا كتير مهم، هذا كتير يعني مهم، لأنه هاي الـ يعني الـ المسألة بتخلينا أنه في اليوم التالي لهذا اليوم اللي بتم فيه احتكار خضروات طازجة بغض النظر شو هي وقديش مهمة، ولكن احنا بنحكي عن أصناف محددة مهمة بالتأكيد يعني وأساسية، بخلينا في اليوم التالي مضطرين نتعامل مع سعر أغلى وسعر أكبر أعلى. وبالأساس سعر اليوم الحالي هو ليس بمتناول اليد، فما بالك
أنه يغلى أكثر. بالعكس هي أسئلة كتير مهمة تنطرح تنفتح اليوم، لأنه يعني أنا بدي أحكيها هيك ببساطة، إذا الأسعار اللحوم الحمراء والبيضاء والبيض كلها عليها ارتفاعات، خلص بلاش بدنا نخفف شوي. طب كمان خضار طازجة، يعني كمان هاي كبيرة، بمعنى هاي صعبة. إحنا مع بس اسمحي لي، إحنا معروفين يعني كان قبل لما يغلى سعر نتجه لسلع ثانية، مثلا كانت تغلى اللحوم نلجأ للخضرة لأنها رخيصة في متناول الجميع، ولكن حاليا أنا لا قادر أشتري خضرة ولا قادر أشتري لحمة ولا قادر أشتري زيوت ولا قادر أشتري من السوبر ماركت. طيب كل إشي بده يرتفع مع بعضه. السوق عمره ما كان هيك، كان ترتفع جهة تنزل جهة والسوق ظل متوازن. طيب بس إحنا في مرحلة حاليا كل إشي قاعد بغلى. هل إنه أنا كخضار تظلها برضو مرتفعة بأسعار عمرنا ما وصلناها لنشتري رأس الزهرة 15 شيكل؟ صحيح. كيلو البندورة كان يوصل أيام 15 شيكل الكيلو. يعني أنا سمعت يعني في حديث، سمعت أنه كان حد من المواطنين يعني زي كأنه بيعبر عن أنه فرحته أنه قدر يشتري كيلو بندورة بثمانية شيكل على العرض، يعني كان على العرض أوريدي بثمانية شيكل كيلو البندورة. يعني هي مش مسألة سهلة ولا بسيطة، كل الخضروات عمليا بندورة خيار. يعني أنا أذكر أنه قبل شهر أخ أحمد، شهر تماما أو تقريبا في تاريخ 6/11 بالضبط، أجرينا في نشرة وطن الاقتصادية لقاء مع الأستاذ فياض دويكات عضو مجلس بلدي بيتا، أشار في حينه إلى ارتفاع يعني إلى ارتفاع أسعار الخضار، أنه إغلاق السوق سوق بيتا حسبة بيتا وتشويش العمل فيه انعكس على ارتفاع في أسعار الخضار. ضرب مثال وقتها على كيلو الخيار أنه يباع في ذلك الوقت بسبعة شيكل بينما كان يباع باثنين شيكل قبل إغلاق السوق، وقيس على ذلك. طيب احنا بدنا نوه لشغلي أنه سوق بيتا حاليا بيعاني من حصار اللي هي خلينا كبلدة بيتا، وفي عراقيل لوصول الخضار على السوق. يعني حاليا مسكرين حاجز على مدخل السوق بعيد عنه تقريبا 50 متر، ومرات بمنعوا السيارات يدخلن، فبلجأ مرات بعض المزارعين انه يوضع بضاعته في حساب تاني، فبصير عندنا نقص بالسوق بسبب انه ما سمحوا الاحتلال انه يدخلوا السيارات، او الناس صارت خلينا نقول انه تسهل على حالها تحط بمحل تاني حساب تاني، فاصبح في نقص في بعض المنتجات في الخضروات، فبسبب كمان ارتفاع ثاني يوم لأنه فيها نقص. هاي كمان تلعب دور. نعم، الإجراءات المتعلقة المتعلقة اللي وكمان بتلعب دور في ارتفاع أسعار النقل والشحن ربما لأضعاف، يعني لضعفين أو أكثر من يعني ضعفين. اللي كان يجي بطريقه كانت تأخذ معاه نص ساعة، حاليا مرات تأخذ معاه سبع ساعات وثمان ساعات تيصل السوق. وبلعب دور بأخذ أكيد الأجور مختلفة بهذا الموضوع في مسألة النقل والشحن، وهذا بينعكس بالتالي على سعر الخضار. أو خلينا نحكي عن البضاعة الإسرائيلية كمان فيها غلاء مش طبيعي. نعم. فيها غلاء يعني، هاي في لها أسباب. حاليا أنا بس بدي أحكي لك شغلة. تفضل. حاليا أصلا إحنا بمرحلة هل إنه رح نستمر إذا يعني كنظرة عامة اللي هي من الزبائن اللي بتيجي بتأخذ بتشتري هاي البضاعة. أصلا بحكي لك أنا لو قدام ما رح أقدر أجي أشتري لأنه الغلاء كثير، وكمان اللي هي ما في حد يشتري زي قبل. يعني اللي كان يحمل بعشرة آلاف شيكل حمل خضرة اليوم بأخذ بألفين شيكل. نعم، بسبب تراجع القدرة الشرائية في الأسواق. ما في قدرة شرائية. نعم، يعني أقدر ذلك، وهذا واحد من الأسباب الموضوعية. أنا يعني متأكدة أنه الحديث بهذا الموضوع يعني متشعب وفي تفاصيل كثيرة، ولكن أتمنى من ناحية المزارع. نعم. من ناحية التاجر. نعم. من ناحية رقابة الأسعار. نعم أخ أحمد، ولكن أتمنى أنه قدرنا بهاي يعني على الأقل بهذا اللقاء أنه نحدد أسئلة ونرفعها في لقاءات أخرى ومقابلات أخرى مع جهات الاختصاص، سواء اتحاد المزارعين، وزارة الزراعة، أو جماعة حماية المستهلك وإدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد.
الوطني. لهون بحب أشكرك كثير الأخ أحمد بني شمسة، مدير سوق الخضار المركزي في بيتا. شكرا جزيلا لك لوجودك، لمشاركتك ولهي الإفادة المهمة، ونسأل الله بالتأكيد أن يعني يزيل الله الهم ويفرج الكرب في أسرع وقت ممكن. شكرا لك.